مرحبا من جديد على قناة استثمار عرب، شكرا ل 7756 مشترك. النهاردة معانا موقع الاستثمار عملة البيتكوين بيدينا بونص 0.04 لو انت عملت له ريفيو. الموقع اسمه سوليد فيكل. الموقع ده لسه عمره 0 يوم، بيدينا عند التسجيل 0.01 من عملة البيتكوين. هنتكلم عن طريقة التسجيل، ولكن هنتكلم الاول على 6 خطط استثمارية في الموقع. الموقع ليه 6 خطط استثمارية. هتكلم على الحد الادنى للايداع فقط. الليفل الاول بيدينا 1.8% يوميا، الحد الادنى للاستثمار 0.01. الليفل التاني، الخطة التانية، بتدينا 2.3%، الحد الادنى 0.041. الخطة التالتة بتدينا 3.6%، الحد الادنى 0.0131. الخطة الرابعة بتدينا 4.2%، الحد الادنى 0.0431. الخطة الخامسة بتدينا 5.4%، الحد الادنى 0.0841. الخطة السادسة بتدينا 6.1%، الحد الادنى 0.101. دي الخطط الاستثمارية في الموقع. هنتكلم عن اليوم. عمر الموقع 0 يوم. عدد الناس اللي في الموقع 275. عدد الناس اللي عاملة ايداع في الموقع او التوتال ديبوزيت 0.036477. هنتكلم عن طريقة التسجيل في الموقع. هنضغط على كلمة جيت ستارت من هنا ناو، او هنضغط على كلمة ساين اب. طريقة التسجيل، اول حاجة هنا بتكتب اسمك بالكامل، هنا اليوزر نيم اللي هتخش بيه، هنا بعد كده الباسورد، وهنا بتعيد الباسورد، هنا بتكتب الايميل وهنا بنعيد الايميل، بعد كده هنا بتكتب سؤال وبتجاوب عليه هنا ديل لتأمين حسابك، بعد كده بتضغط على كلمة اي اجري وكلمة ريجستر. تمام، احنا كده عملنا حساب في الموقع. بعد كده بنضغط على كلمة ساين ان وندخل باليوزر نيم والباسورد اللي احنا سجلنا بيه في الموقع. بعد نضغط على كلمة انتر اكونت من هنا عشان نخش على الحساب بتاعنا. بعد كده لو احنا عايزين نستثمر في الموقع بنضغط على كلمة ميك ديبوزيت من هنا. هو في رصيدك في الاول هنا بيبقى 0.01 من عملة البيتكوين اهو. لو احنا عايزين نستثمر في الموقع بنضغط على كلمة ميك ديبوزيت من هنا. بيحولنا للخطة الاستثمارية. مثلا هنستثمر في الخطة الاولى، هنستثمر بعملة مثلا البيتكوين. هنضغط على كلمة البيتكوين ونحدد الكمية، الحد الادنى للايداع 0.01. وبعد كده بنضغط على كلمة سبند من هنا. بعد كده هحولنا لخانة الدفع. انت هترسل له الكمية دي على العنوان الادرس ده، بنفس الادرس ده هترسل له الكمية دي. تمام، ده لو احنا هنستثمر في الموقع. لو هنسحب من الموقع هنضغط على كلمة withdraw من هنا. الموقع هنسحب منه. مثلا انت بتروح على الاعدادات في الاول، setting، هنا edit account، بتعمل بتربط الحسابات بتاعتك. هتربط مثلا حساب البيتكوين من هنا، وبتحط العنوان اللي انت هتسحب بيه في المحفظة. مثلا هتسحب بالبيتكوين هتحط عنوان محفظة البيتكوين، وبعد كده بنضغط على كلمة سيف. تمنع عن طريقة الايداع وطريقة السحب في الموقع. لو احنا عايزين ناخد رابط الاحالة ونروج له بناخده هنا من تحت. لو احنا هنروح على البونص اللي بيدينا الموقع، هنروح على هنخرج بره الموقع كده وهنروح على كلمة الاف اي كي. هنضغط على كلمة اكس من هنا، نضغط على كلمة اف اي كي. هنا ده الاستعلام على الاسئلة والاجوبة بتاعت الموقع. الموقع هنرسل له البونص عن طريق الايميل. هترسل له البونص، هو هيدينا 0.04 من عملة البيتكوين. هترسل له على الايميل بتاع السبورت هنا، هو ده اللي هترسل له الايميل بتاعك. هيدي لك، لازم يبقى نسبة المشاهدة بتاعتك عالية، ويكون السبسكرايب 1500 سبسكرايب في القناة بتاعتك. بكده اتكلمنا عن موقع سولد فيلز. اي استفسار واي تعليق سيبه اسفل الفيديو وانا هرد عليك مباشرة. كان معكم استثمار عرب، شكرا لكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.